مجلس التأسيس وين وكما كان منتظر قطع عدد كبير من الكتل النيابية أشغال الجلسة العامة المقررة اليوم العشية أمام رفض رئاسة المجلس تغيير موضوع الجلسة وتمكين النواب من التدخل حول قضية تسليم البغدادي المحمودي. أغلبية الكتل النيابية باستثناء كتلة حركة النهضة وبعض أعضاء كتلتي التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية اليوم الجلسة العامة اللي كانت مخصصة لمناقشة بعض مشاريع القوانين أمام رفض رئاسة المجلس تغيير موضوع الجلسة لمناقشة قضية تسليم البغدادي المحمودي. تم ما يسموه في علم السياسة بأزمة دستورية في البلاد، والمجلس الوطني التأسيسي وهو مصدر الشرعية، يعني مصدر الشرعيات الثلاث، يعني رئاسة المجلس ورئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية، لا يدرس هذا الموضوع بدعوى أن عنده جدول أعمال سابق أو بدعوى أن النظام الداخلي والتعلل يعني بمسائل إجرائية. ومعناه المواطن الآن موضوع الأساسي والخلاف بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. قلنا نخص الجلسة تعثر فيها الحكومة، ما فهمش جدوى في نقاش موضوع كذا هذا بغياب الحكومة، نحن مع المناقشة ولكن بحضور الحكومة، هذا هو موقفنا ليس أكثر. واعتبر أعضاء المجلس أنه اللي صار كان نتيجة لوجود أزمة بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. وقع سوء تفاهم بين الحكومة وبين رئاسة الجمهورية، كان من الأجدر أنه المجلس التأسيسي يكون الحكم، وأؤكد أنه المجلس التأسيسي يكون الحكم حسب الفصل 20 من النظام المؤقت للسلطة. ولهذا كان من الأجدر بداية الجلسة بمناقشة كيفية تسليم بغدادي المحمود. أزمة واضحة، معناه نشوفوا لي رئيس الجمهورية ما كانش في علمه بالقرار اللي خذاه، بتنفيذ القرار اللي خذاه رئيس الحكومة بدون توفير، ما شفتش معناه شيء اللي تثبت اللي فما توفير الشروط اللي شرطناها احنا على ليبيا فيما يخص المحاكمة العادلة. وكان حبون يمشوا على قاعدة وعلى احترام المعايير الدولية، ما نجبوش ناخذ الثنية هذه. فيما حملت كتلة العريضة الشعبية رئيس المجلس الوطني التأسيسي مسؤوليته فيما يحدث، خاصة فيما يتعلق بمجال تدخل المجلس وصلاحياته. سي مصعب بن جعفر بتواطؤه مع الرئاسات الأخرى، مع رئاسات رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية، قاعد بالحق هو اللي نقصنا يطيح في هيبة المجلس الوطني التأسيسي، مش النواب اللي يطيحوا في المجلس الوطني التأسيسي كيف ما ديما هو يقول لنا ويقول رأي العريضة وغير العريضة، لا هو اللي يطيح لنا هيبة المجلس الوطني التأسيسي وخلت المجلس الوطني التأسيسي ما غير حتى صلاحية وما غير حتى سلطة في البلاد، ولينا حتى في الشارع التونسي يخاطبونا يقولوا لنا شنية صلاحياتكم اللي صار نهار لحد بنهار كيفاش اغتالوا صدام حسين وشنقوه في الخفاء. بالضبط اسمعنا به بغدادي المحمود يسلموه بالضبط، يعني عصابة، هذه الحكومة هذه نقولها عصابة متاع سراق، عصابة سراق قاعدة تسرق في الثورة التونسية. أعتقد أن من غير السليم الإنسان يحترم نفسه أن يصف حكومة الثورة بأنها عصابة سراق، هذا انهيار وانحطاط في العبارات المستعملة. أربأ بنفسي عن أنزليه، ولكن أقول هذا دون المستوى أن يوصف بمثل هذا الوصف رجال يذودون عن البلاد ويبذلوا في جهدهم من أجل مصلحة البلاد هذه.